بالنسبة لهذا الموديل الأول، لإنجاز هذا الموديل يجب استعمال الباترون الخاص بالجاكيت الأمام والخلف بهذا الشكل، ثم نقوم بتوزيع البنزات. بالنسبة لهذا الموديل لن نقوم باستعمال التقسيم الكلاسيكي، وإنما سنقوم بالتقسيم في المنتصف بهذا الشكل بين الأمام والخلف. قمنا بتوزيع البنزات، وهنا سنقوم بإضافة قيمة الأزرار واستخراج الكول. القطعة هي عبارة عن كروزي في الأمام، أي سنضيف نفس قيمة الصدر بهذا الشكل، وهنا مكان الكول. سبق لي وقمت بشرح طريقة إنجاز هذا الشكل من الجاكيت والمعطف في أكثر من درس، وهنا مكان الأزرار. ثم نقوم بتعيين مكان الجيب. هنا سنقوم بحذف قيمة البنسة بالنسبة للأمام، هنا على الجانب سنقوم بتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية. وهنا سنقوم بتحديد المنتصف، ثم نقوم بتحديد سنتيم ونصف على طرفي هذا الخط، ثم نقوم بإيصال النقط بهذا الشكل. ثم مرة أخرى أقوم بتحديد سنتيم ونصف، ثم أقوم بإيصالها بهذا الشكل لتحديد مكان الشريط. وهنا سأقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم إلى الخلف بهذا الشكل. وهنا قمت بتحديد إسقاط لهذه النقطة، ثم أقوم بالصعود بأربع سنتيمات وتحديد شكل الظهر أو قطعة الخلف بهذا الشكل. وهنا سنقوم بحذف بانسة الكتف. وهنا سنقوم بإيصال أو برسم خطوط مستقيمة لهذا الشريط. ثم نقوم بحذف هذا الجزء، وهنا مكان الشريط، ونقوم بحذف الجزء العلوي. عند غلق بنصة الصدر نحصل على هذا الشكل.
وهنا سنقوم بحذف قيم هذه البنسات، أي سنقوم بالخياطة. الآن سنتأكد من شكل الباترون النهائي على المانكان. شكل الأمام والخلف ممتاز على المانكا، والآن سنقوم بتثبيت هذا الشريط. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة لهذه القطعة، الكم سيكون من قطعتين أي الكم تايور. بالنسبة لطريقة رسم أو إنجاز الدرس، نقوم باستعمال الباترون المجسم. بالنسبة للباترون الإنجليزي قمنا بتحديد قيم البنسات، وهنا بنسة المنتصف أو بنسة الجانب بين الأمام والخلف ومنتصف الظهر، ثم سنقوم بإنجاز للكول وقيمة الكوازي. لتحديد مكان الجيب سنقوم بالنزول بخمس سنتيمات ابتداء من خط الخصر. نقوم بتحديد 3 سنتيمات ابتداء من نهاية البنسة، ثم نقوم بتحديد قيمة
الجيب وباقي القيمة بهذا الشكل. هنا أماكن البنسات التي سنقوم بحذفها. قمت بتحديد أو تقسيم هذه المسافة إلى ثلاث أجزاء متساوية، وهنا قمت بتحديد المنتصف بين بنسة أو نقطة الصدر إلى الخصر. ثم نقوم بالصعود بسنتيم ونصف والنزول بسنتيم ونصف بهذا الشكل، نفس القيمة مرة أخرى بهذه الطريقة، سنتيم ونصف وهنا أيضا سنتيم ونصف أو 2 سنتيم. ثم أقوم بإيصال هاتين النقطتين بخط مستقيم. قمنا بإيصال هذه النقطة إلى مستوى نقطة الخصر، وهنا بهذا الشكل. أقوم بتحديد نفس هذه القيمة في الأمام على مستوى الخلف نفس القيمة. وهنا يمكن رسم خط مستقيم أو رسم منحنى بهذا الشكل إلى منتصف الظهر. وهنا قمنا برسم خطوط مستقيمة إلى منتصف الظهر حتى نحصل على هذا الشريط. وهنا سنقوم برسم خط بهذا الشكل إلى مكان البنسة. هنا أماكن الحذف، وهنا قمنا بإنجاز لقيمة الكروزي بالنسبة للأمام. ثم سنقوم بحذف بنسة الظهر الخاصة بالكتف بهذا الشكل. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة للباترون، هنا بالأحمر الأمام وهذا بالبرتقالي هو للخلف. وهذا هو شكل الباترون النهائي مع شكل الموديل. بالنسبة للموديل الموالي هو عبارة عن كورسيه. سبق لي وقمت بشرح طريقة استخراج الكورسي من الباترون الإنجليزي ويكون بهذا الشكل.
هنا طريقة إنجاز قطعة الكاب مع تفريغ البنسات. هنا قطعة الكاب يمكن أن تكون قطعة واحدة أو قطعتين أو ثلاث قطع حسب الموديل، وهنا شكل الكورسي. سأقوم بتثبيت القطعتين حتى نحصل على قطعة واحدة. ثم سنقوم برسم خطوط مائلة تماما كما في الموديل. هنا عندي هذا الجزء، سنقوم بالحذف. على قطعة الكاب سنقوم بتحديد نفس القيمة التي قمنا بحذفها حتى نتمكن من تركيب القطع مع بعض عند الخياطة ونحصل على قطعة واحدة. أي عند خياطة قطعة الكاب مع الكورسي نحصل على هذا الشكل تماما، القطعتين متساويتين بهذا الشكل، كل شيء في مكانه الصحيح. بالاستعانة بالباترون الأساس سنقوم بتحديد أو تقسيم الكتف إلى ثلاث أجزاء متساوية، ثم أقوم باستخراج لهذه القطعة. وهنا قطعة الكم، عند الخياطة يتم تركيب هذه القطعة كقطعة واحدة، وهنا سنقوم بحذف هذا الجزء من هذه القطعة. يكون قيمة الحذف مساوية للقيمة الخاصة بالكورسي. هنا يجب حذف أكثر حتى تكون مطابقة لقطعة الكورسي بهذا الشكل، وهنا مكان تركيب الكاب. وهنا سيكون قص الباترون بهذا الشكل المائل لتركيب قطع البونين. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة لقطع الباترون. مع هذه القطعة يوجد عندي شريط يلف على مستوى الرقبة، يلف بهذا الشكل على الرقبة من الخلف. بالنسبة للموديل الموالي هو أيضا عبارة عن جاكيت، أو تم استعمال أو استخراج هذا الموديل باستعمال الباترون الخاص في الجاكيت.
أي تماما نفس القاعدة الخاصة بهذا الموديل. قمت برسم الباترون الخاص بالجاكيت مع التقسيمات العادية، أي أن نقوم بتحديد الأمام والخلف بعمل بانسة بهذا الشكل وتوزيع قيمة البانسات، وهنا نقوم بتحديد 3 سنتيمات الخاصة بالأزرار وإنجاز للكول. هنا على مستوى الجانب سنقوم بالتقسيم إلى 3 أجزاء متساوية، ونفس هذه القيمة سأقوم بتحديدها بهذا الشكل أسفل الباترون، ثم نقوم برسم منحنى بهذا الشكل. بالنسبة هنا على مستوى الأوراق سأقوم بالنزول إلى مستوى الأوراق حتى نقوم برسم منحنى سيكون الشكل أفضل. ثم نقوم بحذف هذا الجزء بهذا الشكل، وهنا مكان البنسات. قمت بغقل بانسة الصدر، وهنا أماكن البانسات، وهنا مكان الكول. أيضا قمت بحذف بنسة الكتف الخاصة بالخلف. هنا الآن سنتأكد من شكل الباترون على المانكان. هنا سأقوم بغلق لهذه البنسات، أي ستكون عبارة عن خياطة. إذا كانت هناك أي زيادة على مستوى الأوراق سنقوم بحذفها بهذا الشكل وإعادة تحديد شكل الأوراق.
ثم تم تركيب شريط على مستوى الخصر بهذا الشكل. وهذا هو شكل الباترون النهائي بالنسبة لهذا الموديل.